نبدأ إلى أخبارنا مشاهدينا. ووزارة الزراعة بتبدأ منظومة جديدة للأسمدة وتوقف شهادات تصدير مصانع الإنتاج المتقاعسة. تشمل خطة وزارة الزراعة ممثلة في اللجنة التنسيقية للأسمدة في وضع منظومة جديدة لتوفير المقررات السمادية من خلال إلزام شركات الأسمدة بتوريد حصتها كاملة لوزارة الزراعة والبالغة 55% من إجمالي الطاقة الإنتاجية لمصانع هذه الشركات، وعدم إصدار شهادات للشركات إلا بعد قيامها بالوفاء بمتطلبات السوق المحلي، خصوصا أن بعض الشركات بتفي بوعدها والتزاماتها تجاه الحكومة وبتقوم بالفعل بتوريد الحصص المقررة، بينما هناك شركات أخرى لها شريك أجنبي لا تلتزم بدفع هذه الحصص وبتركز على التصدير فقط وإعادة النظر في رسم التصدير وزيادته أيضا حتى يتماشى مع الفرق بين السعر المدعم والسعر الحقيقي.